يعني يقول إذا حضر الأجل فهل الإنسان يرى الملائكة أو لا يرى؟ يقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، الحلقوم على الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة لا ترى، هذا الأصل، وقد ترى. الأصل أن الملائكة لا ترى، لأن الملائكة عالم غيبي، لكن قد يراها الإنسان، قد يراها الإنسان في هذه اللحظة، لكن مو كل إنسان يراها، لكن الإنسان يرى روحه تخرج من بدنه، يرى روحه وقد شخص بصره، شخص بصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. الإنسان يرى روحه تخرج منه، لأن قوة البصر تبقى، فيرى الروح خارجة منه. اللهم أخرجها منا على أحسن حال، تباها عنا، إنك على كل شيء قدير. يرى روحه.